بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم من كنوز السنة، بعض الأخوة وأخ فاضل الكريم قال لي في أعمال عملتها في الماضي ما كنتش أعرف ثوابها العظيم، ما كنتش محتسب الثواب ده، بعد كده عرفته. هل ربنا هيديني الثواب اللي أنا عملته في العمل الصالح اللي عملته قبل كده ولا مش هيديني؟ فهقول لحضراتكم جملة أو دعاء نقوله عشان نحصل أعظم ثواب. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: لأي عمل صالح عملناه في الماضي أو سنعمله في المستقبل علمنا هذا الحديث أو لم نعلمه. ليه بقول لكم الكلام ده؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحاديث كثيرة جدا في فضائل الأعمال بثوابات مختلفة، لكل عمل ثوابات مختلفة كتير. هضرب لكم مثلا زي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قال إن اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو بيصلي عليه مرة ربنا بيصلي عليه 10. الصحابة عملوا الكلام ده، أما ربنا كافئهم وكافئ من سيأتي بعدهم إلى يوم القيامة. اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا صلى عليه 70 صلاة. بعدين قال لهم اللي يصلي علي رب في حديث تاني ربنا صلى عليه 100 صلاة. بعدين قال لهم اللي يصلي علي ربنا يديله بكل صلاة قيراط. القيراط زي جبل أحد. الرسول ما قالش الكلام ده مره واحده، قاله بالتتابع. بالتتابع في ناس تعرف الاحاديث دي، في ناس ما تعرفهاش. هيحتسب بس ان ربنا بيصلي عليه 10 مرات بس، مش هيجي في دماغه ان ربنا هيديله قراءات. هل ربنا هيديله ولا مش هيديله؟ هي دي السؤال، هو ده السؤال. ربما ربما لا، لانه ما احتسبش. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبة له عند الله. فما فيش شك ان اللي يكون عارف ثواب الحديث ويعمل بيه وهو متشوق للثواب بيكون ثوابه اعظم. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فنعمل ايه عشان نحصل الثواب العظيم ده؟ طبعا اللي قلت لكم ده مجرد مثل، لان مجرد مثل. فانا هقول لكم كلام تقولوه وهقول لكم الدليل عليه. الواحد يقول كل ما يخطر على باله او يشوف او يطلع على حديث فيه ثواب عظيم لعمل صالح كان بيعمله قبل كده وما كانش يعرف الثواب ده، طب ربنا هيديني الثواب ولا مش هيديني؟ لان انا ما كنتش محتسب الاجر ده قبل كده، ما كانش في دماغي. فتقول ايه؟ اللهم اني احتسب اجر اي ثواب عظيم او واعظم ثواب قاله نبيك صلى الله عليه وسلم في فضيله من الفضائل، في فضيله من فضائل الاعمال، في حديث علمته او لم اعلمه، لأي عمل صالح عملته في الماضي أو سأعمله في المستقبل. يبقى أنت كده احتسبت أي أجر عظيم موجود في أي حديث في السنة النبوية، سواء كنت تعرف الحديث ده أو متعرفوش، سواء كنت عملت العمل ده في الماضي أو عملته في المستقبل. وإن شاء الله بالنية العظيمة دي والدعاء دوت. طبعا اللي حابب يقول الدعاء ده بأي صيغة تانية يقوله، أنا هكتبه لكم، وده يعني ده انا اللي قلته، مش ده من كلامي انا. فكل واحد ممكن يقوله بصيغه، المهم النيه، المهم انك توصل المعنى ده لرب العالمين سبحانه وتعالى. طب ايه الدليل ان انا لو احتسبت الكلام ده وقلته ربنا سبحانه وتعالى يحتسب لي الثواب العظيم ده لاي حديث، حتى لو ما كنتش اعرف الحديث ده، لكن بعمل العمل ده وانا مش عارف الثواب العظيم اللي فيه؟ اقول لكم الدليل. الحديث الصحيح بتاع السيده عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول دعاء من جوامع الكلم عظيم جدا: اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله وآجله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم تعلم، وأستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله، علمته ما لم تعلم. إذن يبقى ده دعاء جامع. أنا بسألك يا رب من كل الخير علمته أم ما علمتوش؟ يبقى أنا كده أصبت كل الخير على وجه الأرض. يبقى إذن ممكن ربنا يديني الثواب. يبقى أنا في دليل تاني ان الرسول بعد كده قال ايه؟ واسالك من خير، نفس الحديث، اسالك من كل خير ساله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم او عبدك ونبيك محمد، واستعيذ من كل شر استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث، حديث صححه الامام الالباني. يبقى ده حديث جامع. يبقى انا كده شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في كل خير سال طلبه، واستعذت من كل شر سال، وسالت ربنا كل خير عاجل او اجل عرفته او ما عرفتوش. يبقى دعاء جامد. الدعاء الذكر العظيم اللي كنت قلته لحضراتكم قبل كده ولا يقدر بحسنات، اللي هو تقوله بعد كل صلاه: اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وان للسائلين عليك حق، ايما عبد او امه
من أهل البر والبحر، قبلت دعوتهم أو استجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك، وأن تشركهم في صالح ما ندعوك، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، أن تجاوز عنا وعنهم، بأن آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى أنت كده شاركت المليار مسلم على وجه الأرض في كل الأدعية اللي هم دعوها من غير ما تعرفها. من غير ما تعرفها بإيه؟ بصدق النية بالدعاء ده. وبثواب الدعاء، وهتشاركهم في ثواب الدعاء. أنتوا عارفين الدعاء يا إما بيدفع مصيبة يا اما ربنا بيستجيب له، بيستجيب. يبقى بتشارك كل واحد على وجه الارض، اللي طلب فلوس، اللي طلب زواج، اللي طلب معافاه من المرض، او ربنا يدفع عنك مصيبه، او يدخل ليك في الجنه، وده احسن الخيارات. ما قلت لكم قبل كده ان الدعاء بيبقى له 3 خيارات، يا تاخده في الدنيا يا ربنا يدفع عنك مصيبه، يا اما يدخل ليك في الجنه لدرجه انت ما هتخش الجنه هتقول يا رب يا ريتك ما كنت استجبت لي ولا دعاء من فضل الدعاء. يبقى الدعاء ده دليل قاطع على ان انا ممكن بالنيه والكلام دوت او شارك كل الناس على وجه الارض. فانا ممكن اقول الكلام ده، اللهم اني احتسب اجر اي ثواب عظيم او اعظم ثواب قاله نبيك صلى الله عليه وسلم لاي عمل صالح. علمت الحديث او لم اعلمه. لاي عمل صالح عملته في الماضي او ساعمله في المستقبل. يبقى انت كده احتسبت ثواب كل الاعمال. اي عمل صالح عملته في الماضي له ثواب عظيم انت ما تعرفوش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث احتسبته بالكلمتين دول، مع ان انت مش عارف الحديث ايه والثواب ايه، بس انت احتسبته. فيا ريت كل ما يخطر على بالك الموضوع الثواب ده، لان في حديث كتير احنا ما نعرفهاش، الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه وعن اصحابه وعن التابعين بالصحيح والضعيف و و و اكتر من مليون حديث، من مليون حديث. مين في زماننا ده حافظ حتى نص الحديث ده او يعرفه؟ انا حتى الان اطلع على الحديث لم اسمعها قبل ذلك، وساظل اطلع واتعلم من الحديث. يبقى اذا وارد جدا يكون في ثوابات لاعمال احنا بنعملها ما نعرفهاش. فالجمله دي تبقى كنز عظيم، لان انا هحصل بيها، بقول لربنا اي عمل صالح يا رب له ثواب عظيم عملته في الماضي او هعمله في المستقبل ما اعرفوش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في حديث انا فيه وانا عايزه، انا فيه وعايزه. هكتب لكم الكلام ده في الوصف، انسخوا هذا الكلام وانشروه، ونشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، ومن علم علما فله اجر، من عمل به اقول قولي هذا، استغفر الله.